مختلف هيئات المحامين بالمغرب من مختلف مدن المملكة المغربية صوتا واحدا وقلبا واحدا اجتمعوا على قول كلمة واحدة وهي رفض الدورية الثلاثية الصادرة عن السلطات القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل. الدورية الثلاثية التي وجدها المحامون في جميع محاكم المملكة مجحفة في حق الدفاع وفي حق المواطن المغربي. محاكم المملكة المغربية هي حق للشعب المغربي، هي حق للمواطن المغربي. لسنا نمثل أنفسنا اليوم أمام محكمة النقد، ولم نكن قبلا خلال هذا الأسبوع نمثل أنفسنا، نمثل صفتنا ونمثل فقط حقنا في ولوج المحاكم. نحن نمثل موكلينا، نمثل المواطن المغربي حقه في ولوج المرفق العمومي يكفله الدستور والمواثيق الدولي والقانون المغربي. الدورية الثلاثية للأسف صادرة عن ثلاث سلط مهمة جدا تمثل العدالة داخل هذا البلد، المفروض فيها أن تحمي الشعب المغربي من البطش بين جميع المشتكين الذين من المفروض أن يكونوا مرتفقين داخل محاكم المملكة إحقاقا للحق وتطبيقا للقانون، تفاديا لأي شرع اليد. تبعات أن يكون أسبوعا كاملا شل مرافق العدالة هو أمر لا يمكن لنا كدفاع أن نستسيغه، ولا يمكن أن نربط مؤازرتنا ونيابتنا بولوج المحاكم بجواز، ولا يمكن لنا قبول بأي شكل من الأشكال أن يمارس علينا الضغط ويمارس علينا الوعيد ويمارس علينا التهديد من أجل مؤازرة ونيابة المرتفقين من المواطنين داخل هذا البلد الحبيب. رسالتنا اليوم وجهناها أمام محكمة النقد والتي تعتبر أعلى سلطة قانونية داخل هذا البلد. مفروض أن محكمة النقد التي تمثل القانون لجأنا إليها اليوم ووجهنا دعوتنا للوقوف أمامها اليوم لتطبيق القانون ولإيقاف هذه المهزلة ولإيقاف هذه الدورية. التراجع عنها ليس عيبا ولم يكن أبدا ضعفا، وإنما هو تطبيق للقانون وتطبيق للحق. التلقيح هو اختياري، وليس هناك أي مادة في القانون المغربي وفي الدستور تلزم المواطن المغربي بأن يلقح نفسه. لو كان هناك ما يلزم المواطن وما يلزمنا ونحن من هذا المواطن المغربي ونحن من هذا الشعب المغربي على ضرورة التلقيح، علما أننا داخل جميع محاكم هيئة المحامين بالمغرب أكبر نسبة من الموقحين ومن المحامين، ولكن رفضنا للإدلاء بالجواز ليس معناه تحديا لدورية ثلاثية، وإنما هو قول بأنها جاءت جائرة وجاءت غير قانونية، ولا يمكن لنا كأناس يمارسون القانون ويزاولون القانون ويريدون إحقاق الحق أن نلتزم أو أن نقبل أمرا هو غير قانوني. محامي الدار البيضاء هو المحامي بالرباط وبتطوان وبأكادير وبتازة وبجميع المدن المملكة المغربية. نحن على قلب واحد وعلى رأي واحد وعلى موقف واحد، نحن قاعدة عامة ونحن جمعية عمومية وطنية عامة، ونحن نلبي جميع النداءات وجميع الرسائل وجميع محاضر صادرة عن هيئاتنا المهنية التي تمثلنا على المستوى الوطني للوقوف على قلب رجل واحد وعلى موقف واحد، لأنها بدلة واحدة توحدنا، قانون مهني واحد يوحدنا، نظام داخلي يوحدنا، تصوراتنا وقاعدتنا ومواقفنا ومبادئنا هي واحدة. لا يمكن أن نتشردم ولا يمكن أن نتموقف ولا يمكن أن نكون أنانيين في قبول ما رفضته جميع هيئة المحامين المغرب. رسالتنا كانت واضحة، أننا جسد مهني واحد، روح واحدة، مطالب واحدة من طنجة القويرة، دفاع واحد من أجل إسقاط الدورية الثلاثية حفاظا على مصالح المواطنين وحفاظا على حقوق الدفاع. المغرب اليوم صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تعلي من شأن الدفاع واستقلالية القضاء وضمان حقوق الدفاع، هي من بين المؤشرات الأساسية للتعبير عن دولة الحق والقانون. وبالتالي في وقفتنا هذه أظن أننا نجحنا، بل أنا جازمة في أننا نجحنا في إيصال رسالتنا إلى السيد رئيس النيابة العامة والسيد رئيس المنتدب المجلس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد وزير العدل بأن المحاماة لا تركع وأن المحامون متضامنون إلى حين تحقيق المطالب المشروعة. احنا رسالتنا من خلال هذه الوقفة وقفة العدالة وقفة الكرامة إلغاء هذا الجواز، إلغاء الجواز، ولأن احنا كما يعلم الجميع أن تلقيح اختياري، وكنتفاجئوا بأنه الجواز إجباري. بعض الأحيان كاين متهم، احنا ماشي هذه الوقفة ماشي غير الحقوق احنا ولكن حتى الحقوق المواطنين، لأن كنكونوا
كندافعوا على متهم، متهم هو ضروري الحضور ديالو، تبلغ بالجلسه بالحضور الجلسه وكيتفاجئ بالمنع من الدخول المحكمه، وبالتالي حنا ما يمكنش غادي نازرو المتهم وهو توصل وما يمكنلوش يحضر. من ناحيه اخرى حتى بالنسبه للشهود كذلك كيتوصلوا، قضيه حاسمه وفيها شهود حاسمه، وكنتفاجئ انهم ممنوعين من الدخول. هاد الدوريه لا قانونيه لا دستوريه. ما كتشوفوا اليوم احنا حججنا الى مدينه الرباط كما حج محام من مختلف ربوع المملكه، وذلك دفاعا على حقوق وحريات المواطنين ضد هذا القرار اللي هو اقل ما يقال عنه انه قرار غير دستوري عشوائي واحادي لا يراعي جميع الابعاد. هذا القرار هذا كيتناقض مع الدستور وكيضيع الحق، حق مواطن في الحصول على محاكمه عادله. حنا كمحامون حنا ماشي ضد التلقيح، حنا اغلبيتنا ملقحين، ولكن الرساله ديالنا اللي هي الدفاع على الحقوق والحريات كتلزمنا اننا ندافعوا على المواطنين في حقهم في الحصول على محاكمه عادله، حقهم في الارتفاق يدخلوا المحاكم ويستفدوا من الخدمات، حقهم في الحريه الاختيار. قبل ما نهضروا على الرساله من هذه الوقفه، يجب ان نقول للعالم ولكل الشعوب أن عدالة المغرب في حداد، لأنه لم يكن ولم يحصل في أي بلد من العالم أن تسيج وتعسكر المحاكم إلا في بلدنا الحبيب. للأسف اليوم هو اليوم الخامس من عسكرة المحاكم، واليوم الخامس من إخراج الدفاع من مقرات اللي كان كيعمل فيها اللي هي المحاكم اللي كانوا كيعملوا فيها إلى الشارع. نحن منذ يوم الاثنين ونحن لم نلج المحاكم بسبب العسكرة. هذه الوقفة هي رسالة سياسية قوية لكل من يعتقد أن مهنة المحاماة هي مجرد مهنة وفقط. مهنة المحاماة هي رسالة من أجل التغيير، من أجل بناء دولة ديمقراطية. ومن يعرف تاريخ المحاماة في العالم، المحامون هم من ساهموا في تغيير أنظمة منذ التاريخ، المحامون هم من ساهموا في بناء الدول الديمقراطية، وهذا مصير محامي المغرب، سنساهم في بناء الدولة الديمقراطية. وجواز التلقيح ما هو إلا النقطة التي أفاضت الكسر، لن نتخلى عن تأدية رسالتنا الكبيرة والتي هي الدفاع عن الحقوق والحريات، بناء الدولة الديمقراطية، والوفق والوقوف سدا منيعا في كل التجاوزات والخروقات التي يمكن أن تطال المواطنين. صامدون صامدون للجواز رافضون.